بكر ونحطه بعدين من إيمة من إيمة للصلاة. والبنات يلبسوا والأولاد يتوضوا، والأفضل إن الإنسان إذا كان بده يجي المسجد يجي المسجد نظيف، ما يأكل ثوم ما يأكل بصل، ويتعطر بأن أحسن العطورات. المرأة في ناس بيدخلوا هم أوعيهم وسخة وحشة مرة. صح، يا سلام عليك يا حبيبتي، حكتنا يا النسبة الاجتماعية. النسبة الاجتماعية ممتاز. وأيضا البنات أفضل شيء صلاتهم في البيت، لكن لو جوا المسجد وصلوا مقبولة. دخلنا المسجد صلينا، كل مرة زي صلاة الجمعة. صلاة الجمعة إذا نجي ونصلي، أول ما تصلي الله أكبر. في ناس ما يحطوا يدينهم زي ما قال ورد، يحطوا هيك، لا نحط اليد حول اليد. خلاص طيب، نقرأ صلاة، نقرأ سورة الفاتحة. انتبه، اللي ما يعرف يقرأ سورة الفاتحة صح صلاته ناقصة باطلة. أقرأ لكم هي دحين ولا تقروها انت؟ أنا بعرف. هيا اقريها بصوت عالي كده عشان يسمعوها الناس. الفاتحة يلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. صراط المستقيم، صراط المستقيم، صراط الذين أنعمت حلو عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله، صدق الله العظيم. أهم شيء بخلص في الفاتحة وانسى أحكي، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أي أهم شيء سورة الفاتحة، ثم بعد ذلك نقرأ سورة صغيرة زي كل والله حد. ايوه صورة. صورة. نعم نعم، باختصار وعلي صوتك. ماشي. هلا لما احنا وعم نصلي، لما نقرا سورة الفاتحة اخريتها بنقول صدق الله العظيم ولا لا؟ في الصلاة ما تقول، في الصلاة تقول بس امين ولا الضالين امين، ونكمل الايه، ونكمل السورة اللي بعدها. ايوه غلط 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 غلط. انا ما كنتش عارف اتعلم هذه فائدتها يا ولدي، فائدة الصلاة. انا هيك كنت احكي لما كنت اصلي، بعدين انت ما حكيت. ايوه صدق الله، فأنت تعلمتي. اذا انت ما حتقولي يا جوسي صدق الله العظيم، تقولي ولا الضالين امين. بعدين نقرا سوره صغيره اللي هي زي مثلا قل هو الله احد، وقل سوره الناس، يعني اسهل شيء، اسهل شيء. ثم نركع، ولما تركع لازم تخلي ظهرك مستقيم. انا بقول لك كيف. ها شوف، خلينا نشوف يلا. اركع انزل. آه كده غلط، كده غلط. لحظة وريني الصح، وريني الصح. هيك انزل. يا سلام يا سلام، هيك صح. رجلك مستقيمة، ورجلك مستقيمة، مش الناس هيك. يا سلام، مش هيك، هيك غلط، هيك غلط. طب لو نزلت، لو نزلت هيك زيادة كده غلط. انزلوا. البنات مذكرين هذه ملاحظة مرة مهمة. قبل ما بدهم يتوضبوا بيكونوا مزبطين حالهم، بعدين بيقولوا لا ما بديش اتوضى، شعري هلا بخرب وبصير كل اشي، فالله بحاسبهم. هذا كلامك زي العسل، قالته جوسي ان هو وحدة ما تبى تخرب مكياجها فما بتتوضى. وشعرها لا. اذا يا لا، انا بابا اول اشي بيصلي بعدين بيسوي شعر. دعاء الاستفتاح بداية الصلاة. تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ثم بعد ذلك نقرأ الفاتحة، وتقرأ لنا هي سارة الفاتحة بصوت عالي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. بعد الفاتحة حنقرأ سورة صغيرة، سورة صغيرة نقرأها. اقرأ بصوت عالي. أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. نعيدها مرة ثانية بصوت عالي. قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نعيد سورة صغيرة بصوت عالي. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بصوت عالي. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس، من الجنة والناس، من الجنة جنة. ثم بعد ذلك نكبر للركوع. نكبر لإيه؟ للركوع. ماذا نقول في الركوع بصوت عالي؟ سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. ماذا نقول في الركوع؟ على صوتك. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. ثلاث مرات. ثم نرفع من الركوع نقول ايش؟
سمع الله لمن حمده بصوت عالي. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. ربنا ولك الحمد. ثم بعد ذلك نسجد. تفضل بصوت عالي. سبحان ربي الأعلى. ثلاث مرات سبحان ربي الأعلى سجود، والسجود على مواضع سبعة. هكذا. يكون الإيدين مسكرين. الإيدين مسكرين. مش نايمين. واقفين. أيوة. والأنف والجبين. أيوة. والركب على الأرض. هيا سوي لي سجود. ارجع شوية يا جعفر. بهدوء اسجد سجود صحيح. الرجلين. مضبوطة كده. واليدين. اقفلها. والأنف كيف؟ على الأرض. ارجع لا تمد نفسك شوي. أيوة. لا كده غلط. أيوة ممتاز. خليك كده. شوفوا يا أولادي، الجبهة على الأرض والأنف على الأرض صح؟ والأصابع مغلقين واليدين. شوف اليد كيف؟ ما هي لاصقة هذه. مش هيك غلط. شايفة هيك. طب ورينا. طيب ورينا الغلط اللي هي تشبيه للكلاب. اسجد ورينا. لا مو هيك. ارجع شيء. يلا هذا كده غلط. ده صح ولا غلط يا اولادي؟ هذا غلط. كأنه عم نعبد. ارجع مرة تانية. اسجد. هيك غلط ولا صح؟ شايفين غلط. طيب وهيك غلط ولا صح؟ غلط. اسجد السجود الصحيح مرة تانية. انزل والجبهة. الرجلين شايفين الرجلين كيف؟ الرجلين شايفينها كيف؟ طبيعي. طب سوي الرجلين غلط. حط فوق بعض او حطها كده. شايف كده صح ولا غلط؟ غلط. على شكل اكس. ارجع. خلي واحد مثلا. علي صوتك. خلي واحد يطلع يمثلنا ايش غلط واحنا اساسا نروح ندله. يصلي غلط؟ واحنا ندله. طيب خلونا نكمل الصلاة بعدين يصلي. بعد السجود يرفع من السجود ويقعد. اجلس جلسة كده. يقول ايه؟ رب اغفر لي وارحمني. ثم يسجد سجدة ثانية. طيب وتعمل الركعة اللي بعدها زي كده. التشهد. خلينا نقول التشهد. قول التشهد بصوت عالي. تحيات لله والصلوات الطيبات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ارفع صوتك. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم بعد ذلك ايش يسوي؟ الصلاة الإبراهيمية. أيوة. ايش هي الصلاة الإبراهيمية؟ علي صوتك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم العالمين، إنك حميد مجيد. ممتاز. ممتاز ممتاز. بعدين التسليم. ممتاز ممتاز. ثم بعد ذلك يسلم عن اليمين. السلام عليكم ورحمة الله. وعن اليسار السلام عليكم ورحمة الله. اليمين. طب احنا بنسلم على مين يا سارة؟ على الملك اليمين على ما يطلب. جميل. ثم بعد ذلك يا اولادي نسبح قد ايه؟ 33 مرة. سبحان الله 33 مرة. والحمد لله 33. الله اكبر 33. الله اكبر. وبضل مرة عشان نكملهم 100. ايش توجهي رسالة للبنات اللي ما يصلوا؟ بتمنى انه كل البنات اللي ما بيصلوا يصيروا يصلوا. انا كمان. عم حسن. تتمنى انك انت تحافظي على الصلاة. انا بصلي. عم حسن. ها عمو جعفر. اللي بيصلي وبقطع. هذا اصعب عذابه. اصعب من اللي ما بيصلي. لا. لا. صلي. صلي وربنا ان شاء الله يوفقك وتستمر على الصلاة. صليت ونسيت ورجعت صليت افضل انك ما تصلي مرة. طب لحظة. انتبهوا في حاجة مهمة جدا. كل واحد فيكم شاف أصحابه ما يصلوا لازم يقنعوا. يقول لهم يا جماعة الخير ترى الصلاة حلوة وجميلة وما تكلف. بعدين ما تكلفش. سهلة وما تكلف وقت. جدا جدا جدا. أنا بأسأل سؤال. هلا الواحد لما بيكون طالع وما بيكون يعني بالبيت مش عارف عن بقضي صح يعني. أيوة. طبعا واحد خرج وما قدر يصلي لظرف من الظروف من المواقف. ايش الجواب؟ عندك جواب؟ بس علي صوتك. انا هذيك المره شفت وتفاجأت. شفت وتفاجأت. واحد ما شاء الله اذن صلاه الظهر هو بعيد عن المسجد شوي، شلح كندرته في الشارع، تيمم وصلى بالشارع. حرام. لا مش حرام. مش حرام. وبالشارع باي مكان انت بتكوني واجت الصلاه بتقدر تصلي بس مش بالشارع. طب ما في مسجد.
لا المسجد بعيد عنه كثير كثير. بس مش انه طيب ما جنبه مويه؟ لا ما في. طيب حنسألكم سؤال، التيمم صح؟ مدام جاب التيمم، ايش التيمم؟ مين انا بقول لك وريني. انا اخذته. هو التيمم هو ضرب اليدين في التراب مرتين ومسح اليدين، بعدين نضربه كمان مره ونمسح الوجه. بس بس ضربه واحده وتمسح اليد والوجه. طوله البطائل تبعه لحظه بتراب، بس مو تعب بتراب. التراب طاهر، تراب طاهر وخطة خفيفة، ضربة وهيك وضربة وهيك. طب ايش رأيك كمان ضربة وهيك؟ لا لا هذا غلط. ما يمشي. طب ضربة وهيك؟ لا ما بيمشي. التيمم هي ضرب اليدين في الأرض. وريني هيك كيف؟ ثم مسح اليدين، ثم مسح الوجه. يا سلام عليك يا عسل. مبطلات التيمم. مبطلات التيمم، درس فقهي من الشيخ جعفر حبيبي. قرب لهون، قرب يا علي. بس مبطلات التيمم بالتيمي هات. لا كل صلاة وصلاة لازم نتيمم. التيمم ما بنحفظ من صلاة. حلو، مش زي الماء. وإذا وجود الماء بعد فقدانه يجب انك انت اذا وجد الماء بعد فقدانه. اذا وجد الماء بعد فقدانه، بعد فقدانه بطل التيمم. يا سلام عليك. باقي شيء ثاني؟ استنى. اذا مثلا كان مريض وشو فيه من المرض انه ما يلمس الماء؟ خلاص احسنت، لانه اذا كان مريض وعنده مشكله تمنعه انه يلمس الماء. لا برضه اذا كانت ايده ورجله مكسوره بيقدر يمسح على الجبيره. ده شيء ثاني. انا لما رجلي انكسرت واجينا على الجامع كيف توضيت؟ مسحت. يا سلام. مسح الجبير برضه في درس. كيف المسح على الجبير؟ تمسك المي، مش تعبي مي، تمسك المي، تمسك المي بعدين تصير تمسح عليها. تمسك ومبطلاتها اذا قمت الجبيره ورجعت ركبتها او خلصت مبطلاتها. يا سلام. طيب يا اولادي الان تقريبا احنا اخذنا فكره كامله عن الصلاه والوضوء واهميه الصلاه واهميه الوضوء، وتوضينا في ها وطرق لهذا مبطلات الوضوء، حاجات كثيره جدا احنا ما حنتكلم عليها. انا اتمنى منكم انتم والاولاد اللي قاعدين يتفرجوا، اذا احد يبغى يعرف اي معلومه عن الوضوء يدخل على جوجل الشيخ جوجل ويكتب معلومات ويكتب السؤال ان كنت في اي مكان، وسوف يجاوب عليك الشيخ جوجل اجابه شافيه وافيه كامله ان شاء الله عز وجل. بالصوت العالي من أراد من الأولاد والبنات اللي قاعدين يتفرجوا يتفرج على الحلقة دي مرة ثانية، يستطيع إنه يدخل على موقع العين.com، والموقع مكتوب طبعا حيكتب مئات المرات، يدخل ويقرأ ويشوف الحلقة دي مرة ثانية ويقرأ كل أركان الصلاة وكل وصف وشرح الصلاة، علشان يستفيدوا ويتعلموا كل الأولاد وكل البنات إن شاء الله عز وجل. نستفيد من تقنية الانترنت. مبسوطين انكم تعلمتوا الصلاة. انا والله معجب بالبنات الجميلات ما شاء الله تبارك الله الحلوين. الان تسمحوا لي نبغى بهدوء نمشي عشان نخرج، انا عندنا شغل تاني. بهدوء بهدوء بهدوء، يلا بهدوء. ايوه